والآن متابعة لأخبار الطقس والأحوال الجوية. نعم، مرة أخيرة زميلة فاطمة خليل، إليك يا فاطمة. شكرا رجاء رمزي، شكرا إلهام نمر، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا، ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 18، الصغرى 11، الإسكندرية 17-13، مطروح 16-12، بورسعيد 18-11، إسماعيلية 19-11، وجوها معتدل بالنسبة للسويس 18-11، العريش 18-10، طابة 21-11، شرم الشيخ 22-12، الغردقة 23-12، وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 22-8، أسوان 22-10، الوادي الجديد 23-6، شلاتين 26-17، حلايب 22-15، وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة متوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.